السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رائحة الفم الكريهة وما هو سببها وطرق الوقاية منها. رائحة الفم تنتشر بكثرة بسبب إقبال الناس على المنتجات والمستحضرات لعلاج هذه المشكلة، وتعج رفوف الحوانيت بمنتجات بطعم النعناع ومحاليل لغسل الفم ومستحضرات أخرى هدفها محاربة ومنع رائحة الفم الكريهة بشكل مؤقت فقط. بعض أنواع الأغذية، بعض الأمراض وعادات معينة تشكل جزء من العوامل وأسباب رائحة الفم الكريهة. من الممكن في الحالات الكثيرة تخفيف رائحة الفم الكريهة بواسطة المحافظة على نظافة الفم، وفي الحالات التي لا تساعد فيها طرق العناية والعلاج الشخصية البسيطة على حل المشكلة، من المحبذ استشارة طبيب أسنان بهدف التأكد من عدم وجود مشاكل أكثر خطورة تسبب هذه الرائحة. يختلف نوع الرائحة المحددة الناجمة عن مرض التنفس تبعا لمصدر المشكلة والسبب فيها. أسباب وعوامل خطر رائحة الفم: الطعام، بقايا فتات الطعام المتراكم داخل الأسنان وحولها من الممكن أن تسبب رائحة العفن، كما يشكل تناول الأطعمة التي تحتوي على دهنيات متطايرة سبب إضافي لرائحة الفم وانبعاث رائحة كريهة. البصل والثوم هم الأكثر شيوعا من بين هذه الأطعمة، ولكن بعض الخضروات الأخرى والبهارات من الممكن أن تسبب أيضا رائحة فم كريهة. بعد تناول وهضم هذه الأطعمة يتم امتصاص الدهنيات المسببة لرائحة الفم الحادة في الدورة الدموية، ومن هناك تصل إلى الرئتين ثم تخرج عن طريق النفس حتى تزول كليا من الجسم. البصل والثوم يمكن أن يسببا نفس الرائحة لفترة تستمر إلى 72 ساعة بعد تناوله. مشاكل في الأسنان: عدم المحافظة بشكل كافي على صحة ونظافة الأسنان ومرض دواعم السن من الممكن أن يؤدي إلى رائحة كريهة، فعندما لا يتم فرك الأسنان وتنظيفها بواسطة الفرشاة والمعجون بشكل يومي يتراكم فتات الطعام في الفم فتتجمع عليه الجراثيم وتطلق أبخرة من سلفيد الهيدروجين وكبريتيد الهيدروجين، وهكذا تتراكم على الأسنان طبقة شفافة من الجراثيم. في حالة عدم فرك الأسنان وتتكدس اللويحات وقد تؤدي إلى استثارة اللسة والتهاب في اللسة وتعفن الأسنان، وفي نهاية المطاف قد تتكون أكياس مليئة باللويحات بين الأسنان واللسة. التهاب دواعم السن تزيد من خطورة المشكلة ومن نتن النفس على سوء كذلك البيئة المناسبة لنمو البكتيريا. الأسنان الاصطناعية التي لا يتم المواظبة على تنظيفها جيدا وتلك منها غير الملائمة للفم كما ينبغي من الممكن أن تشكل مرتع لبقايا الطعام التي ستتجمع عليها الجراثيم وتطلق روائح كريهة من الفم أثناء التحدث. جفاف الفم يساعد اللعاب على تنظيف الفم ويشكل مادة مزلقة في الفم، وعند جفاف الفم تتراكم الخلايا الميتة على الأسنان اللثة وعلى الجزء الداخلي من الخد، هذه الخلايا تتعفن وتسبب رائحة فم كريهة. وعادة يصاب الفم بالجفاف خلال النوم، وهذا هو السبب لنتن الفم في الصباح، ثم أن جفاف الفم يتفاقم عند النوم والفم مفتوح، كما أن بعض الأدوية التدخين والاضطرابات في الغدد اللعابية من الممكن أن تؤدي إلى الجفاف المزمن في الفم. أمراض التلوثات المزمنة في الرئتين والخراج: في الرئتين من الممكن أن تؤدي إلى رائحة عفونة حادة جدا، وهناك أمراض أخرى أيضا مثل أنواع معينة من الأمراض الخبيثة واضطرابات في عملية الإيض من الممكن أن تسبب رائحة خاصة ومميزة في الفم، كما يمكن للفشل الكلوي أن يسبب رائحة فم تذكر برائحة البول، بينما قد يسبب الفشل الكبدي رائحة تشبه رائحة السمك. عادة ما يعاني المصابون بمرض السكري غير المتوازن من رائحة فم شبيهة برائحة الفواكه، كما يمكن للجريان الرجوعي المزمن لعصارة المعدة مرض الجزر المعدي المريء أيضا أن يسبب نتن النفس. وأمراض في الفم والأنف والحلق يرتبط برائحة نفس كريهة أيضا، بالتلوث في الجيوب الأنفية والإفرازات من الأنف والجيوب الواصلة إلى الجزء الخلفي من الحلق، وكلها من الممكن أن تسبب رائحة كريهة في الفم.
لدى الأولاد الذين يعانون من رائحة كريهة في النفس قد يكون السبب جاسما غريبا عالق في الأنف. فأي جسم غريب صغير عالق في الأنف من الممكن أن يؤدي إلى إفرازات مستمرة من الأنف تسبب رائحة عفونة. قد تسبب التلوثات في الحلق رائحة فم كريهة طوال فترة وجودها، بينما تزول الرائحة وتختفي حال شفاء من العدوى والتهاب الشعب الهوائية والتهاب القصبات والتلوثات الأخرى في المسالك التنفسية العلوية المصحوبة بالسعال الذي يخرج البلغم. تسبب رائحة كريهة هي مصدر إضافي لمرض رائحة الفم الكريهة. منتجات التبغ، يسبب التدخين جفاف الفم بالإضافة إلى الرائحة الكريهة النابعة من التبغ نفسه. الأشخاص الذين يدخنون التبغ هم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بأمراض دواعم السن التي تسبب نتن النفس. الحميات الغذائية الصارمة، الأشخاص الذين يعتمدون على الحميات الغذائية قد تتكون لديهم رائحة نتنة شبيهة برائحة الفواكه، يعود سببها إلى الأحماض الكيتونية، تلف وتعفن مواد كيماوية ناتجة للرائحة. الوقاية من رائحة الفم الكريهة، من أجل التخلص من رائحة الفم وحده ومنع تكرارها يوصى باتباع الخطوات التالية. فرك الأسنان بعد تناول الطعام يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة. تنظيف ما بين الأسنان بواسطة المصاح السني مرة واحدة كل يوم على الأقل يساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة. فرك الأسنان وتنظيفها بالأدوات المعدة لذلك يساعدنا على التخلص من الرائحة الكريهة للفم. تنظيف اللسة من أهم الإجراءات التي يجب اتباعها للتخلص من رائحة الفم الكريهة. الإكثار من شرب الماء يساعد أيضا في التخفيف والتخلص من رائحة الفم. استعمال فرشاة أسنان بحالة جيدة، مهم جدا استعمال أدوات لتنظيف الأسنان وهي بحالة جيدة للمساهمة بالتخلص من رائحة الفم الكريهة. الخضوع لفحص عند طبيب الأسنان بشكل دوري ثابت يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة، وتساعد زيارة طبيب الأسنان كل فترة على معرفة الطرق المتبعة والحديثة للتخلص من رائحة الفم الكريهة. مضغ البقدونس الطازج أو مص ملبس بطعم النعناع خالي من المواد السكرية يسبب التخلص من رائحة الفم الكريهة. كما أيضا من المهم فرك الأسنان بعد تناول أي طعام في منتصف اليوم يساعد على التخلص التام من رائحة الفم الكريهة، ومتابعة زيارة الطبيب كل فترة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.